بتنظيم من اتحاد الشباب الاشتراكي بمحافظة تعز أقيمت فعالية تكريمية للمشاركين في البطولة العربية 15 للروبوت والذكاء الاصطناعي التي أقيمت في الأردن والبطولة الوطنية في عدن. التفاصيل في التقرير التالي. احتفل في محافظة تعز بالمشاركين في البطولة العربية 15 للروبوتات والذكاء الاصطناعي خلال شهر إبريل 2024 في الأردن والبطولة الوطنية في عدن والذي نظمه اتحاد الشباب الاشتراكي بتعز. نظارة المكفوفين والبيت الذكي وعدة مشاريع مثل اليد وجهاز الحرائق وإطفاء الحرائق. ده نحن والطلاب. الإبداع والابتكار غالبا ما ينبعان من الحاجة والظروف المحيطة. ولما وزملائها بدأوا من معاناة والد لما الكفيف، فكانت فكرة النظارة الذكية التي تساعد الكفيف لاستشعار الخطر خلال سير الكفيف. أولا شاركنا في البطولة في عدن وحصلنا على المركز الرابع، وشاركنا في الأردن وحصلنا على المركز الرابع في جائزة الحكام، وكان أبي أعمى ففكرت بالمشروع النظارة الذكية وصنعناها أنا وزميلاتي وزملائي ولبسها أبي. مدينة تعز يمكن تكون البيئة الصعبة والتي تمر بها المدينة، والتحديات كانت نقطة انطلاقة فريق المعافر في الابتكار اليد الذكية والتي تساعد الجرحى من بترت أيديهم مع البيت الذكي، ومشاركة فاعلة مثلت تعز خير تمثيل مجموعة صغيرة في سنها كبيرة في فعلها. شاركنا في البطولة العربية 15 للروبوت والذكاء الاصطناعي في المملكة الأردنية الهاشمية العاصمة عمان. استطعنا أن شاركنا في روبوت جمع الكرات، واستطعنا أن نحقق مراكز متقدمة، مركز رابع، ونحن كفريق استطعنا نمثل محافظة تعز أفضل تمثيل. نحن اليوم حول محور غير عادي. لما كانت هي بدأت فكرتها بأن والدها كان أعمى، ولكن لم تعيقها فكرة أن يكون لأبيها مساعد، فكانت النظارة الذكية. شاركوا في الأردن وفي عدن وكانوا في المركز الرابع، واليوم في محافظة تعز يكرموا لا لشيء، لأجل فقط أنهم أناس أذكياء، والذكاء ميزة يتمتاز بها أبناء محافظة تعز. نعيم خالد لقناة عدن الفضائية تعز.